أقوى وأسرع علاج في العالم لإنبات فراغات اللحية على الإطلاق. عندكم أي فراغات في اللحية ما بتنبتش خالص؟ في خلال 4 أسابيع بإذن الله تعالى هتلاقوها بتنبت بعد العلاج اللي هنتكلم عنه النهاردة ده. علاج سريع رخيص سهل تجيبوه وتستخدموه، ويعتبر أقوى علاج وأسرع علاج في العالم لإنبات شعر اللحية وتكثيفها وإطالتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا جماعة تكونوا بخير ولحيتكم كثيفة وغزيرة وبألف خير. اتكلمنا يا جماعة في السابق عن علاجات للحية لإنبات الشعر ولإطالة اللحية ولتنعيم اللحية كتير جدا، تقدروا تشوفوها من قائمة التشغيل الخاصة بفيديوهات إنبات شعر اللحية في القناة هنا. الروتين العلاجي اللي هنتكلم عنه النهاردة يا جماعة أنا بعتبره فعلا أسرع وأقوى روتين علاجي متكامل لإنبات شعر اللحية، مفيش بعده. يعني من وجهة نظري إن مفيش بعد كده، يعني ده اقوى حاجه في العالم ومتوفر في الصيدليات، يتجاب من الصيدليات بمنتهى السهوله وكمان سعره رخيص وعلى قد الايد. العنصر الاولاني كريم اكريتين او الكريمات اللي بتحتوي على ماده التريتينوين او التريتينوين زي ما تنطقها، هكتب لك اسمها هنا عشان تبقى عارفها. ودي صوره الكريم لو عايز تاخده سكرين شوت. الكريم ده ثمنه 15 جنيه، مفيش ارخص من كده وهيقعد معاك كتير جدا. كريم اكريتين ده يا جماعه هو كلمه السر في علاج انبات شعر اللحيه وكثافتها. الناس اللي بيعانوا من فراغات اللحيه والشباب تحديدا اللي سنهم صغير اللي لسه لحيتهم ما نبتتش، او حتى لو سنك فوق سن ال20 وعندك فراغات في اللحيه، ده بيكون في الغالب ناتج عن تراكم ماده السيبم على سطح الجلد. ومعلش نقطة كده خارج السياق شوية، احنا هنا بنتكلم عن الناس اللي عندهم بصيلات في اللحية. في بعض الناس اصلا وراثيا ما عندهمش بصيلات للحية. لو حضرتك من جهة الاب او من جهة الجد او من اي فرد من افراد الاسرة، الفرد ده انت واخد منه الجينات بتاعت البشرة الملساء او ان البشرة اللي ما فيهاش لحية، فما فيش علاج للأسف يا صديقي هينبت لك لحية. لكن الكلام هنا للناس اللي وراثيا عندهم بصيلات للحية، ولكن البصيلات دي ما بتنبتش شعر للحية، او لما بتنبت الشعر ده تبقى شعرها هزيلة ضعيفة خفيفة شكلها مش حلو، بيجي يشدها او هو بيغسل وشه شعرها دي بتقع بسهولة جدا. الروتين بتاع النهاردة ده هيخلي لحيتك كثيفة جدا جدا جدا. واول حاجة قلناها وهو كريم الاكريتين ده او الكريمات اللي بتحتوي على مادة التريتينوين، دي كريمات بتعمل دور تقشيري لطيف للبشرة. والكريم ده مش مجرد ان هو كريم تقشيري فقط، الكريم ده هيحفز العلاج التاني اللي هنستخدمه. ده العلاج التاني اللي هنستخدمه وهو بخاخ المينوكسيديل. اي نوع بخاخ مينوكسيديل تركيز 5% متاح ورخيص عندنا. في انواع كتير جدا موجودة في الصيدليات المصرية زي مينوكسي لوكو، ده نوع 100 ملي العبوه بتاعته كبيره وهتقعد معاكوا كتير وفي نفس الوقت سعره رخيص. نوع تانية زي بروفورما وبرفكتو ديل، هات اي نوع انت عايزه. ولو برضو حد من الدول العربيه عندكم يا جماعه انواع كتير من المينوكسيديل، سواء في تونس او المغرب او الجزائر عندكم انواع من المينوكسيديل الفرنسي زي ساندوز، وفي انواع كتير تانية في برضو في السعوديه افوجين، وفي برضو هير جرو في السعوديه ودول الخليج. الفكره بقى هنستخدم العلاجين دول مع بعض. ليه بقى نستخدمهم مع بعض؟ لان كريم اكريتين او الكريمات اللي بتحتوي على ماده التريتينوين دي بتحفز اداء المينوكسيديل 6-7 اضعاف. يعني كانك رشيت من جرعه المينوكسيديل ده جرعه مضروبه في 6 اضعاف، 6 اضعاف من التركيز. كريم التريتينوين ده بيشتغل على ان هو بيحفز امتصاص المينوكسيديل ده بنسبة 200%. في بعض الشباب بتستخدم المينوكسيديل على اللحية وما بينبت لهمش شعر بالقدر الكافي، او لما بينبت لهم شعر يعني بينبت الشعر ببطء شوية، اداؤه ضعيف شوية معاهم او اداؤه مش جايب نتيجة معاهم. كريم الاكريتين بقى هيخلي المينوكسيديل يجيب معاكم نتيجة بنسبة 100% بإذن الله. وبدل ما تشوفوا نتيجة المينوكسيديل في تكثيف اللحية وإنبات اللحية في خلال مثلا 4 شهور أو 6 شهور، لا، في خلال 4 أسابيع أو شهر بإذن الله تعالى تبتدوا تلاقوا نتائج واضحة في إنبات اللحية. وكريم أكريتين ده يا جماعة فيه منه تركيزين، التركيز اللي معايا ده هو 0.05 أو تركيز النص
ملي او تركيز النص، يعني ده التركيز الشائع وده اللي غالبا هتلاقوه. التركيز ده للناس اللي بشرتهم غير حساسة، الناس اللي بشرتهم عادية، لكن الناس اللي بشرتهم جافة او بشرتهم حساسة هيستخدموا التركيز اللي هسيبه لكم هنا ده، تركيز ال 0.025 او تركيز الربع ملي. تركيز النص ده ممكن يكون كتير عليهم شوية وممكن يسبب لهم احمرار وتهيج في البشرة. استخدامه بسيط جدا وهقول لكم الروتين اللي احنا هنمشي عليه بالظبط. هنجيب نقطة بسيطة جدا من الكريم على الصباع زي ما انتم شايفين كده واضحة في الصورة، وهنحطها لو عندنا مثلا فراغ في المكان بتاع الدوجلس اللي هنا او فوق هنا عند السالف او في اي مكان من اللحية، المهم هتحط تدهن الكريم ده في مكان الفراغ. لو انت عندك فراغ مثلا في المكان ده هتدهن الكريم ده زي ما انت شايف كده. واهم حاجة يا صديقي العزيز، ابعد الكريم ده عن متناول عينك، يعني مش وانت بتستخدمه كده تروح هارش في عين، لا الكريم ده ضار بالعين، حاول ابعده عن عينك قدر الامكان. الكريم ده معمول للبشرة وللوجه. ندهن الكريم زي ما انتم شايفين كده تمام، والكريم ده امتصاصه سريع جدا جدا جدا، هنستنى بيه على وشنا او على اللحية لمدة 10 دقايق او 20 دقيقة، يفضل 20 دقيقة، تستنى 20 دقيقة بعد الكريم. بعد ما ترش الكريم ب20 دقيقة هترش المينوكسيديل، بس ما ترشش المينوكسيديل مباشرة على اللحية علشان ما يتناثرش وعشان ما يجيش مثلا في مناخيرك وعلشان ما يعمل لكش اي مشاكل في الاستنشاق او في العين، ده خطر ده برضو. المينوكسيديل برضو ما ينفعش يترش في اتجاه العين، فبنعمل الاتي، بنرش على الايد جرعة بسيطة منه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده، و بنحطها على طول على المكان اللي فيه الفراغ، ويفضل على اللحية بالكامل الأماكن اللي فيها الفراغات طبعا، يعني انت عايز تنبت في فراغات معينة عندك هتتوصى بيها شوية ترش عليها كمية أكبر شوية. طبعا احنا بنستخدم المينوكسيديل مرة واحدة يوميا، كل يوم بنستخدمه مرة واحدة فقط على اللحية. الكريم ده بقى ما بنستخدموش كل يوم، الكريم ده بنستخدمه مرتين فقط في الاسبوع. الكريم ده المدى بتاعه بعيد، مش لازم تستخدمه يا صديقي العزيز كل يوم، كفايه انك تستخدمه مرتين فقط في الاسبوع مع جرعه المينوكسيديل اليوميه اللي انت بتستخدمها. مع كريم الاكريتين والمينوكسيديل ال 5%، انسى ان يبقى عندك فراغات في اللحيه تاني، لحيتك هتبقى كثيفه جدا. نيجي بقى للحاجه الثالثه اللي هنستخدمها مع الروتين ده، وهي التركيبة المكونة من زيت الجوجوبا او الهوهوبا اويل تمام، ومعاها زيت النعناع. زيت النعناع اللي هنستخدمه يفضل انه يكون زيت النعناع العطري، كنت استعرضته قبل كده في اكثر من فيديو. المهم هات اي نوع من انواع زيت النعناع العطري، تأكد ان مكتوب عليه بيور اسينشال اويل، بيور اسينشال اويل زي الكلمه اللي انت شايفها على الزيت اللي انا حاطه لك دلوقتي ده لو عايز تاخد له سكرين شوت. مثلا عندنا عبوه 100 مللي من زيت الجوجوبا، هتحط عليها من 30 ل 40 قطره من زيت النعناع العطري، ده على اساس ان انت بتستخدم زيت النعناع العطري الاصلي، لان زيت النعناع العطري الاصلي يا شباب مكثف جدا، فما بنحتاجش نحط منه كميه كبيره. والخليط ده هتحطه على ايدك برضو وتدلك بيه اللحية كويس جدا ووشك كويس جدا، وتسيبه على وشك لمدة ساعة، وبعد كده تغسل وشك بالغسول اللي انت متعود تغسل بيه وشك، او بالصابونة لو بتستخدم مثلا حاجة زي صابون الغار او كده بتغسل بيها وشك، يبقى حاجة برضو كويسة جدا. تقريبا وانا بكلمكم كان في حتة من كريم اكريتين على وشي، معلش سامحونا بقى. وبعد الروتين ده يا جماعة هتلاقوا لحيتكم بإذن الله تعالى كثيفة جدا 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 جدا، يعني لو استمريتوا على الروتين ده لمدة 4 أسابيع هتبتدوا تلاحظوا إنبات كويس جدا للحية، وبعد 3 4 شهور من الاستمرار عليه هتلاقي لحيتكم بقت كثيفة جدا وشكلها يرضيكم بإذن الله. ونستأذنكم يا شباب تعملوا لايك من زرار اللايك اللي تحت هنا، لأن ده حقيقي بيساعد معايا جدا، واتشرفت جدا إن انتوا شفتوا الفيديو ده، وأشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.